اللي راح يكون إن شاء الله عن فرح الفراش. راح نتكلم عنها شنو هي، شنو الأعراض مالتها، وشنو شلون الواحد يقدر يساعد المريض إنه ما تحصل معه، وإذا حصلت العلاج المناسب إن شاء الله. فبداية قرح الفراش عبارة عن نسيج، وجود ضغط على نسيج جسم الإنسان ناتج عن جلوس مستمر، أو ناتج عن حاجته إنه يكون داخل أو على نايم على الفراش مدة طويلة. مرضى اللي يصير عندهم جلطات في الرأس، مرضى حوادث سيارات للأسف اللي يكون عندهم شلل نصفي أو شلل كامل، أحد الأمراض اللي تكثر فيها قرح الفراش اللي يكون فيها تنوم سريري مدة طويلة. الأعراض مالتها ممكن يصير فيه تغيير في لون الجلد، ممكن يصير أحمر، ممكن يصير بنفسجي، ممكن يقلب لونه إلى اللون الأسود، ممكن يكون في مناطق في الجلد متورمة، وللأسف في مرات تشوفون إفرازات تشبه الإفرازات الصديدية من هذه المناطق. في أي من هذه الحالات الواحد يحتاج يراجع الطبيب المعالج ماله، سواء كان طبيب باطنية أو طبيب جراحة. أغلب المناطق اللي تحدث فيها هذه التقرحات السريرية المناطق اللي يكون عليها نسيج العظم دايركتلي موجود على منطقة الضغط، ممكن يكون منطقة العصعص، منطقة الورك، المناطق اللي خلف الإيد الكوع، منطقة اللي خلف الساق، بالإضافة إلى منطقة الرأس والكاحل اللي تكون موجودة على الفراش على مدة طويلة. بالنسبة للعلاج للتقرحات السريرية، علاجها يبدأ بالوقاية منها بحيث أنها ما تحصل، هذا يكون أهم شيء بالنسبة حق المريض. بالنسبة حق الوقاية، المريض إذا كان في وعي يحتاج أنه ينقل الوزن الجسم ماله سواء كان على الكرسي أو على السرير تقريبا كل ربع ساعة، يتحرك يقلب يمين يسار، إذا هو على كرسي يحاول أنه يحرك الريل أو الإيد إذا في القدرة على ذلك، أو أن يكون عنده أحد يساعده أنه يشيل الوزن عن هذه المنطقة. بالنسبة حق الكراسي أو الأسرة، في أسرة مناسبة وكراسي مناسبة تكون فيها الحشوات أو الوسائد اللي تساعد تخفيف الضغط على المناطق اللي ذكرناها، وهذا يبرز دور العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي في هذه الحالات. يشوفون المريض ويسوون القياسات اللازمة حق الأسرة وحق الكراسي. الأشياء الثانية اللي ممكن يساعدنا فيها المريض إن حماية البشرة من الاحتكاك، محاولة ترطيب الجلد الجاف، فحص الجلد بصورة يومية، الاستمرار على تغيير وضع المريض سواء كان في وعي أو في غير وعي، التغذية الجيدة، والإقلاع عن التدخين طبعا إذا هو كان أو كانت للحين مدخنة، لأن هذا واحد من الأسباب الأساسية اللي تساعد على عدم التئام الجروح وأن يكونوا معرضين أكثر حق التقرحات السريرية أيضا.